وكان قطاع غزة قد شهد العديد من الفعاليات الشعبية التي كانت تأمل أن تنجح سفينة المساعدات زيتونة في كسر الحصار المفروض على القطاع منذ 10 سنوات. وندعو البرلمانات العربية جميعا. أهالي قطاع غزة المحاصر منذ 10 سنوات ينتظرون بفارغ الصبر وصول سفينة زيتونة النسائية القادمة من الشواطئ الأوروبية لكسر الحصار بعد اضطرار سفينة أمل التي كانت ترافقها العودة مؤقتا إثر خلل أصاب محركها. هذه القافلة تهدف لتخفيف المعاناة عن غزة والتي حولها الاحتلال إلى سجن مفتوح. هذه السفن بالتأكيد هي مهمة، ورسائل التي تحملها هي رسائل معنوية وسياسية في ذات الوقت، أنه تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في أن يحصل على حياة كريمة وأن يرفع عنه هذا الحصار وأن يكون له منفذا مائيا باتجاه العالم حتى يتحرك بحرية. وإن كانت سفن كسر الحصار قد توقفت عن الإبحار صوب غزة منذ 6 سنوات إثر اعتداء البحرية الصهيونية على سفينة مرمرة التركية، إلا أن فكرة كسر الحصار عبر سفن الحرية عادت من جديد هذه المرة عبر 30 شخصية نسوية مؤثرة من 20 دولة حول العالم، ما يزيد من أهمية هذه السفن باعتبارها عنواناً جديداً لتحدي الاحتلال. من نساء وأحرار العالم إلى نساء غزة ليقولوا لهم نريد أن نكسر الحصار الظالم الذي امتد عليكن أيتها النساء الأحرار في غزة، امتد ل10 سنوات متتابعة، يعني ذقتم الويلات والمعاناة الإنسانية التي تفاقمت، حروب 3 مرت على القطاع. تقول لهم نحن كنساء جئنا لنرفع الظلم عنكم ولنكسر الحصار. كل الشركاء في التحالف يعون تماما أن هناك خاطر جمة، لكننا سنبقى صامدين، سنستمر في هدفنا الأسمى وهو أن تصل هذه السفن إلى غزة، وحين اعتراض هذه السفن سيكون لنا رأي آخر بإذن الله تعالى. بعد أن انضم لها عدد من المتضامنات أبرز، ورغم محدودية أعداد المتضامنات المشاركات في سفينة زيتونة، إلا أن الاستعدادات في غزة تسير على قدم وساق لاستقبال السفينة المرتقب وصولها مطلع أكتوبر القادم في مسعى لحث أحرار العالم على دعم المتضامنين للضغط على الاحتلال بعدم اعتقالهم والسماح لهم الوصول إلى قطاع غزة. نحن هنا نقف لنؤيدهم وبانتظارهم، ونقول إن شاء الله يعني يوصلوا لنا بسلام، ودائما يعني إحنا الاحتلال الصهيوني بيوقف وجه السفن المتجهة نحونا لكسر الحصار، ونشكرهم جزيل الشكر لمساعدتهم ومساعدتهم لنا. يعني إحنا بحاجة في هاي المرحلة لكل المؤسسات الدولية، لكل المؤسسات العربية والإسلامية، كل الدول لازم توقف جنبنا. على المجتمع الدولي أن يقف على مسؤولياته وأن يضغط على الاحتلال الصهيوني ليرفع هذا الحصار الجائر عن قطاع غزة. يذكر أن أولى السفن التي وصلت قطاع غزة بعد فرض الحصار عليه كانت سفينتا الحرية وغزة الحرة عام 2008، فيما وصلت لاحقاً سفن أخرى وتعرضت أخرى للقرصنة الصهيونية والتصدي لها بقوة السلاح كحادثة سفينة مرمرة عام 2010، مما أدى لمقتل 10 متضامنين وعشرات الجرحى. سفن الحرية رسالة إلى العالم أجمع بحقية الشعب الفلسطيني العيش بحرية وسلام بعيدا عن الحصار والاحتلال. والتساؤل هنا، هل ستمر هذه السفن أم أنها ستقف دون تحرك دولي؟ غادة خالد، لتلفزيون الكوت، قطاع غزة.